للمزيد من المعلومات حول المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات ونتائجه ينضم إلينا من الرباط عبر زوم أمين صوصي علوي الباحث في القضايا الجيوسياسية. حدثنا إذن، ومرحبا بك بداية، حدثنا عن أبرز ما تضمنه إعلان فاس بعد عدة اجتماعات ضمن المنتدى التاسع لتحالف الحضارات. أولا يجب أن نذكر بأن هذا المنتدى قد جمع عددا كبيرا من ممثلي الدول وعلى أعلى المستويات، وقد شارك أزيد من 42 مشارك على المستوى الوزاري و90 رئيس 90 رئيس من المنظمات الإقليمية و12 رئيس دولة أو حكومة، وهذا تمثيل عالي المستوى و كثيف، خاصة في مرحلة بدأت الدول والمنظمات والأفراد يتشككون في كل محاولات الاجتماع حول هذه القضايا التي تبدو على أنها قضايا سياسية أو سياسوية لا طائلة منها. الحقيقة على أن ما حدث في هذا المؤتمر على أراضي المغربية إفريقية هو الحقيقة نجاح لتنظيم هذا المؤتمر وللنموذج الدولة المغربية التي تم اختيارها لإقامة المنتدى التاسع لهذا المؤتمر. الحقيقة على أن أهمية هذا المؤتمر تبدت في المواضيع الأساسية التي تم التطرق إليها، وخاصة الموضوع الأساسي وهو محاربة الكراهية والتطرف والخطابات العنيفة التي أدت في الواقع على لانتشار الجرائم و يعني الكثير من الأزمات الدولية التي ما زالت تبعاتها تتفاقم يوما بعد يوم. الحقيقة على أن نتائج هذا المؤتمر وهي تبدو مشجعة، لأن أولا يعني اتخذت عناوين في غاية الدقة والأهمية وتخص مواضيع مثل طبعا الحروب والنزاعات التي هي الأساس في خلق الأزمات الفعلية مثل أزمات الغذاء. أيضا سيد أمين، يعني تناولتم ما يتعلق بخطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي قضية غاية في الأهمية أيضا، وهي تعد قضية عالمية وتكاد تكون أو تشكل صراع فعلا للحضارات. كيف تناولتم هذا الأمر وإلى ماذا توصلتم أيضا؟ هو الحقيقة أن المؤتمرين يعني تحدثوا حول هذه القضية الشائكة التي هي من المتغيرات الآن. الظهور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الذي فاجأ العالم بهذه الثورة الهائلة من التشبيك بين الأفراد والجماعات والمؤسسات وكذلك التنظيمات المتطرفة التي أصبح لها مجال أوسع لنشر الكراهية والخطاب العنيف والتحريض، وبالتالي هناك تحديات على المستوى التقني لحل مشكلة انتشار الخطاب العنيف. المشكلة أيضا هو سرعة وسيابية المعلومات والأخبار، وكذلك مشكلة تضليل المعلومات، وهذه مشكلة خطيرة لأنها تساهم في تعزيز كيف ساهم أو طرح المساهمون في هذا المنتدى، كيف طرحوا أفكارا بشأن مسألة طرح المعلومات المغلوطة أو إتاحة معلومات كثيرة قد لا يستطيع المتلقي أن يميز بين الغث والثمين فيها، وخاصة أن يعني كل العالم العربي يتابع وبعض من يتابعون لا يملكون المقدرة على التمييز في هذا الأمر سواء ثقافيا أو تعليميا؟ الحقيقة هو أن هناك طرح قضية المسؤولية المؤسسات الكبرى التي تدير هذا المجال الرقمي، وهي صاحبة المسؤولية الكبرى في تتبع ومراقبة وتطوير آليات لحماية المتلقي من هذا الكم الهائل من التحريض والتضليل المعلومات. وبالتالي مثلا نأخذ وسائل التواصل الاجتماعي التي طورت خوارزميات لتعقب الكراهية والخطاب المتطرف، هناك تلكؤ في كثير من الأحيان لدى هذه الشركات الكبرى التي تدير الشأن الرقمي العالمي، وبالتالي المواجهة عبر الالتزام أكثر والجدية في إنجاز أو يعني خلق
وسائل عملية للتعاقب المباشر التلقائي للتطرف، لا الانتظار مثلا الشكاوى. صحيح سيد أمين، وبالطبع وبالتأكيد وقد تتفق معي في هذا أن الأمر لا يتعلق فقط بوضع ضوابط أو بمتابعات أمنية، وإنما أيضا يتعلق بنشر الوعي وأيضا بث روح الانتماء في دول العالم العربي وأيضا العالم الإسلامي بل العالم أجمع. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر زوم السيد أمين صوصي علوي الباحث في القضايا الجيوسياسية، كنت معنا من الرباط.